اول حاجه تنبغي نشكر الجماهير على الدعم ديالهم للفريق، وحنا كنا عارفين كل مقابله اليوم ما كان ما تكون سهله كونتر واحد الخصم اللي عنده 4 بوان وتوجهنا باش ياخذ او موان ياخذ نقطه. الحمد لله حنا ربي وفقنا وربحنا 3 نقاط باش نبقاو غادي ان شاء الله باش نربحوا ان شاء الله الماتش الجاي وثاني ونبقاو غادي في الكالفيوس. بالك صراحه انا والله ما شفت شي حاجه، وما زعما بلاكس انا الاهم حاجه عندي هو يكون الجمهور فرحان وحنا كنديروا ما بيدنا باش يفرح، وباش تفرحوا راه خصك تربح. حنا ربحنا اليوم دونك خصنا نعاودوا نربحوا ان شاء الله الثلاث والماتش ديال الشامبيونز ليغ ان شاء الله.